السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وموسوعة مفاهيم خاطئة في طب وجراحات العيون برعاية مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك إي جي ليزك. من المفاهيم الخاطئة في طب وجراحات العيون إن كلمة ليزر وكلمة ليزك متساويين، لكن في الحقيقة هم حاجتين مختلفين تماما، لأن ليزر معناها Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation، وده معناه بالعربي إعادة تكبير الضوء بواسطة الانبعاث المستحس. أما كلمة ليزك فهي عملية اسمها Laser Assisted Incytokeratomyosis، بيتم فيها إعادة تشكيل سطح قرنية العين بواسطة الليزر عشان نحصل على رؤية جيدة في عمليات بتطلق عليها تصحيح عيوب الإبصار، وهي قصر النظر وطول النظر والأستجماتيزم، ودلوقتي بنستخدم في عملية السوبرا كور علاج ضعف النظر بعد سن 40. يعني ليزر حاجة وليزك حاجة، مع تحيات مراكز الدكتور عصام حسن جراحات العيون والليزك إي جي ليزك. إي جي ليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي.